اهلا وسهلا بكم متابعي قناه الاسكوله في كل مكان، معكم مس ولاء العربي ومكملين منهج اللغه العربيه التواصل. اصحابنا الحلوين وانتظراكم على الاسكوله كيدز، لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدا، ومعايا قصه جميله عن صديقنا احمد، تعالوا نسمع. احمد صديقنا كان يجلس وحيدا وحزينا ولا يلعب معه احد، فجاء صديقه وسأله، فقال أحمد: أنا حزين، أنا ألعب وحدي. كان بيلعب لوحده، أنا أرسم وحدي. فذهب صديقه وأحضر كل أصحابه وقال له: من اليوم لن تكون بمفردك، مش هتبقى لوحدك أبدا، نحن سنلعب معك، نحن نرسم معك، نحن أصدقاء. وأحمد كان سعيد جدا بأصحابه. سمعنا يا أصحابي قصة أحمد صديقنا لما كان بيعبر عن نفسه، كان بيقول أنا. كان بيقول إيه يا أصحابي؟ أنا. لكن هو مع أصدقائه كان بيقول نحن، كان بيقول نحن، علشان هم كتير وهو معاهم يقول نحن. أنا، نحن، ضمائر المتكلم. اسمهم إيه؟ ضمائر المتكلم. بنستخدم أنا ونحن لما بنتكلم عن نفسنا أو لما نتكلم عن نفسنا ومعانا أصحابنا كمان. أنا للمفرد، نحن للجمع. شاطرين يا أصحابي، تاني. أنا للمفرد، نحن للجمع. أحسنتم. وتعالوا يا أصحابي نلعب ونميز بين أنا ونحن. يلا يا أصحابي نميز بين كلمة أنا ونحن. دي كلمة أنا؟ لا يا أصحابي، دي كلمة نحن، ضمير متكلم للجمع. برافو عليكم شاطرين. دي كلمة أنا؟ صح، دي كلمة أنا، ضمير متكلم للمفرد. دي كلمة أنا؟ لا لا لا، دي كلمة نحن، ضمير متكلم للجمع. دي كلمة أنا؟ صح، أنا ضمير متكلم للمفرد. برافو عليكم يا أصحابي. يلا يا أصحابي نميز بين أنا ونحن. أنا ضمير متكلم للمفرد، نحن ضمير متكلم للجمع. أحسنتم. يلا يا أصحابي نشوف الصور معانا بتقول إيه. معانا صورة طفل. طفل مفرد ولا جمع؟ مفرد. أحسنتم. نستخدم كلمة أنا. أنا طفل. صورة أطفال. يا ترى أطفال مفرد ولا جمع؟ أحسنتم، جمع. سمعاكوا، يبقى نستخدم إيه؟ أنا ولا نحن؟ برافو عليكم، نحن أطفال، نحن أطفال. معلم. معلم مفرد ولا جمع؟ برافو عليكم، مفرد. أنا معلم، أنا معلم. طبيبة. طبيبة مفرد ولا جمع؟ طبيبة واحدة بس تبقى مفرد. نستخدم، سمعاكم شاطرين، أنا طبيبة. طبيبات، مش طبيبة واحدة، لا، طبيبات كتير، جمع. نحن طبيبات. أحسنتم، سمعاكم يا أصحابي. كده يا أصحابي قدرنا نميز بين أنا ونحن. ولو عايزين تميزوا أكتر بين المفرد والجمع، راجع حلقة المفرد والجمع. ويلا نكمل باقي فقرتنا.
يلا يا صحابي نلعب مع بعض ونميز برضو بين أنا ونحن. أول كلمة معانا كلمة أحب. أحب، يا ترى أحب واحد بس اللي بيحب ولا كلنا بنحب؟ مفرد مفرد واحد بس، استخدم أنا ولا نحن؟ ممتازين شاطرين، سمعاكوا. أنا أحب، أنا أحب. نحب كلنا جمع، نو نحب جمع، اختار نحن. برافو شاطرين يا أصحابي، نحن نحب، أحسنتم. أكتب، أكتب أنا ولا نحن؟ أنا، برافو أنا أكتب. نرسم، نرسم كلنا ولا أنا بس؟ لا لا كلنا، نحن نرسم. نأكل، نأكل أنا بس ولا نحن؟ نحن نأكل، أحسنتم يا أصحابي، أنا سمعاكم شاطرين خالص. أصحابنا الحلوين وصلنا للفقرة اللي كلنا بنحبها. معنا مين النهاردة؟ نوجة. نوجة صديقتنا الجميلة، ازيك يا نوجة؟ الحمد لله، حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله، وأصحابي كمان بيسألوا عليك على طول. أنا بحبهم قوي. وهما بيحبوكي كتير. انت شاطرة يا نوجة، تحضري النهاردة معانا حل تدريبات كتاب المدرسة، ومعانا درس ايه النهاردة؟ أنا ونحن. أنا ونحن؟ تعرفي أنا ونحن؟ ضمائر المتكلم. ضمائر ايه؟ المتكلم، يعني أنا بتكلم عن نفسي، ولما نبقى كتير وأنا وسطهم أقول نحن. تمام تمام يا نوجة، يلا مع بعض أنا وأصحابي اللي حضروا كتاب المدرسة، ويلا نحل مع بعض. أول سؤال معانا هنقرأ يا نوجة. ماشي يلا يا نوجة معايا. أنا. برافو عليك يا نوجة. أنا. أنا. أنا إيه؟ شوفي الولد. أنا. أيوة. ولد. الولد مفرد، أخذ أنا. أنا ولد بيتكلم عن نفسه. طيب كلمة إيه يا نوجة؟ أنا. برافو. أنا. أنا بنت. أنا إيه؟ بنت. بنت مفرد ولا جمع؟ مفرد. أنا بنت، لما مفرد يتكلم عن نفسه يقول أنا. برافو عليكي. كلمة أنا. أنا معلمة. أنا معلمة. برافو عليكي. معلمة، معلمة مفرد. أيوة. تاخد أنا. أنا. برافو عليكي شطورة. طب يا ترى كلمة إيه نقرأها مع بعض؟ نحن. نا. نا. نح. نو. نو. نحن. نحن. برافو. نحن ايه؟ اولاد. اولاد جمع يا نوجة، اخذت ايه؟ نحن. تمام. يبقى نحن للجمع. برافو عليكي، نحن اولاد. طب كلمة ايه يا نوجة؟ نحن. برافو. نحن بنات. نحن بنات. بنات مفرد ولا جمع بنات؟ جمع. جمع تاخد نحن. نحن بيتكلموا عن نفسهم ويقولوا نحن. برافو عليك يا نوجة. كلمة نحن. نحن ايه؟ نحن معلمات. نحن معلمات. برافو عليك شطورة. معلمات جمع تاخد نحن، تاخد ايه؟ نحن. برافو عليك يا نوجة، خلصنا النشاط الاول واصحابي كمان شاطرين. قرأناه يا اصحابي مع بعض، عرفنا انا المفرد ونحن للجمع. يلا كمان نحل التدريب اللي بعده. يلا بينا. يلا بينا. هنا بيقول لنا صل، كلمة انا وكلمة نحن. برافو عليك يا نوجة، تعالوا ركزوا كويس. يلا يا اصحابي حتى اشوف انت اسرع ولا اصحابي اسرع. كلمة ضباط. ضباط. برافو عليك شطورة يا نوجة، ادي فرصة لاصحابك يجاوبوا. ضباط جمع تاخد نحن. نحن ضباط.
برافو عليكي. مهندس. أنا. برافو عليكي. مهندس مفرد ياخد أنا. طبيب. أنا. طبيب مفرد ياخد أنا. أنا طبيب. كلمات مهندسون. نحن. برافو عليكي. نحن مهندسون. جمع نحن مهندسون. ضابط واحد بس. ضابط. أنا. أنا يعني مش نحن؟ لا. أنا ضابط. عشان إيه؟ ضابط مفرد. مفرد. أحسنتي. أطباء. نحن. نحن أطباء. برافو عليك شطورة يا نور. شكرا. برافو عليك. وأصحابي كمان شاطرين. برافو. يلا النشاط اللي بعده. يلا. عايزين نختار يا أصحابي بين كلمة أنا وكلمة نحن. شطورة يا نوجة. يلا نقرأ الكلمة. يلا. حي. حي. بو. بو. أحب. أحب. القطة. القطة. مين اللي بيحب القطة؟ نوجة. نوجة. نوجة بتتكلم عن نفسها وتقول أنا. أنا عشان نوجة واحدة بس. أنا. برافو عليكي. طب كلمة نو. نو. حي. بو. نحب الورد. أصحابي بيحبوا الورد. مين اللي بيحب الورد؟ أصحابنا. وأنا كمان وحضرتك. كلنا بنحب الورد. يا ترى إحنا كتير ولا مفرد؟ كتير. يبقى نقول نحن. نحن. برافو عليك يا نوجة. نحن نحب الورد. نحن نحب الورد. يلا الكلمة اللي بعدها. نحب الحيوانات. كلنا بنحبها. كلنا جمع ولا مفرد؟ جمع. يبقى نكتب نحن. نختار نحن. نحن نحب الحيوانات. برافو يا أصحابي سمعاكم. يلا الكلمة اللي بعدها. أحبو. أحبو الفراولة. أحب الفراولة يا نوجة. بحبها قوي. وأنا بحبها. جميلة خالص. هي فاكهة ولا خضار؟ لا فاكهة. برافو عليكي. وأنا بحبها. هي لونها إيه؟ لونها أحمر. برافو. برافو شطورة يا نوجة. بتحبي الفراولة؟ أيوة. أنا أحب الفراولة. أحسنتي. بارك الله فيكي يا شكرا نوجة. شكرا. أنا اختاري. نوجة اختارت أنا عشان هي مفرد. أيوة. أنا أحب الفراولة. شكرا يا نوجة. أنا مبسوطة منك وانت بتحلي التدريبات. كنت شطورة خالص. كنت شطورة خالص. وأنا مبسوطة منك ومبسوطة من أصحابي. يلا نكمل باقي حل تدريبات كتاب المدرسة. يلا بينا. مكملين يا أصحابي حل تدريبات كتاب المدرسة. هي كتاب قدامنا. ركزين. أول نشاط يا أصحابي كون كلمات. صورة إيه أصحابنا؟ صورة نهر. نا حرف النون. برافو. هاء. برافو. نه. ه. ه. حرف الهاء. نهر. را. برافو عليك. نهر. برافو. نكتبها يا أصحابي معايا. ها. صورة ذيل. طلع طرف لساننا في الحروف اللاثوية. ساترين يا أصحابي. ذيل. ذال. برافو. ذي. ي. حرف الياء. طب ياء هنكتبها كده؟ لا فتحة. دي تمسك اللي بعدها. ذيل. لام. برافو. آخر الكلمة زي ما هي. كلمة ذيل. طب والذال هتمسك في الياء؟ لا 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 عشان هي من الحروف إيه؟ الرافصة. بتقول إيه الحروف الشقية؟ ابعد عني. ابعد عني. إحنا ما بنمسكش إيد حد. سورة بيض. ب ب ب حرف الباء هكتبه كده؟ لا فاتح ايده يمسك اللي بعده. بي حرف الياء هنكتبه كده؟ لا اتفقنا هيفتح ايده يمسك اللي بعده. الضاد زي ما هي. برافو. بيض. ها سورة ايه يا اصحابي؟ نخل. ن ن حرف. برافو شطورة يا اسماء. انا سمعاكي شطوره. ن ن حرف النون فتح ايده يمسك اللي بعده. نخ حرف الخاء.
برافو عليكي يا جودي، سمعاكي. تفتح ايديها تمسك اللي بعدها، نخل، لام. برافو برافو يا اصحابي. يلا نشوف النشاط اللي بعده. اقرأ ولون. طبعا احنا خدنا انا ونحن. كلمة دي يا اصحابي انا. يا ترى نشوف النحلة اللي عندها كلمة انا. برافو انا. انا. طب هنا النحلة دي لا. برافو انا. طب هنا كلمة نحن. فين النحلة اللي معاها كلمة نحن؟ نحن. دي لا، دي كلمة انا يا مس ولاء، شاطرين. كلمة نحن. برافو. دي كلمة لا، دي كلمة انا. برافو. يلا نشوف نشاط تاني. اقرأ ثم ارسم. يلا يا اصحابي. ها اقرأ ثم يلا نرسم. نحن. برافو. نحن ضمير متكلم. نحن ساكن مع اللي قبله. نأكلوا. نأكلوا. نحن نأكل. نحن نأكل. طيب أنا. أنا مفرد. أنا ولد. ولد. أنا ولد. أنا بنت. بنت. أنا بنت. أصحابي الأولاد يرسموا ولد، وصحاباتي البنات يرسموا إيه؟ يرسموا بنت. وصلنا يا أصحابي لنهاية درسنا النهاردة. ضمائر المتكلم، تعرفنا أن أنا ضمير متكلم للمفرد، نحن ضمير متكلم للجمع. حلينا كمان تدريبات كتاب المدرسة ولعبنا مع بعض. في صندوق الوصف في رابط في اختبار تفاعلي تعرف إجابتك صح أو خطأ في نفس اللحظة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. إلى اللقاء.